السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة مزيان؟ كلشي بخير؟ هانيين؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخيرين وتكونوا لاباس عليكم وتكونوا على صحة وعافية إن شاء الله. الإخوان اللي أول مرة غيدخل عندي يدير سبسكرايب ويضغط على الجرس باش يوصل له أي حاجة جديدة، أي فيديو لحت إن شاء الله يكون من أول متفرجين. وشكرا. اليوم غادي ندير واحد الموضوع ديال الزواج. عادي كنشوفوا واحد الظاهرة اللي كلشي باغي يتزوج، كلشي العلاقات، كلشي باغي، فهمتي، كلشي كيواعد شي وهي غادية، وحنا مع العلم كنشوفوا فرص الشغل ما كاينينش، خدمة والو، الصالير عيان، انك تخدم في شي شركة الا كانت شركة مزيانة مزيانة كاع تخلصك 3000 درهم، 3000 درهم ما عندهم ما دير لك. اول حاجه الاخوان اللي كيفكروا في الزواج هذا، شوف انا ننصحك نصيحه من مجرب وفايت دوزت بزاف ديال الحوايج، تمارا وتكرفيس والغربه ورجعنا للبلاد وبخير وعلى خير والحمد لله. شي ان ما عندكش الدار، اول حاجه الدار، ان ما عندكش الدار بلا ما تفكر اخي تزوج. شي اللي ما عندكش الدار وشي صالير قار وخدمة تكون رسمية بلا ما تنصحك تزوج. انك تقدر تزوج من داروك مثلا انت يا خدام 70 درهم ولا 80 درهم في النهار، هذه هي اللي خدام، هذه هو الاجر اللي عندنا في المغرب، 70 درهم 80 درهم الا كنتي بروفيسيونيل، 100 درهم 100 درهم في النهار ولا 80 درهم كما قلت لكم ولا 70 درهم خدام في النهار ما كافيكش اخويا، وانت تكون كاري. ها ولو تكون مثلا جمع شويه ديال الفلوس، انت تزوجتي ودرتي العرس وساليتي وها انت رجعتي للايام، غيولوا عندك راه شوف راه الدوام هذا راه الحياه، مثلا طول لك في الله في العمر وتزوجتي وبقيتي خدام، بهذيك 70 درهم ولا 80 درهم ما غاديش تكفيك، غتقهر، غتولد وليداتك غيتقهروا، خصك المدرسة، خصك الطبيب، المرأة بغات تولد، المرأة بغات اللبس، انت بغيت تلبس، انت غتقهر راسك وغتقهر ديك بنت الناس اللي غادي تجي، بالخصوص انت مرة خدام مرة ما خدامش مرة وكاري، راه مشكلة غير الكرا، راه مشكل. شوف شي ولو تتكري بمية درهم في الشهر، شي 100 درهم في الشهر غالية، رسمية 100 درهم كل شهر خصك تحطها، راه مشكل، غتلقى مشكل في حياتك. لهذا حنا الرجال ما خصناش نكونوا انانيين، نبغوا غروسنا حقا، نقولوا لا نبعدوا من الحرام. شوف الانسان يصلي ويعبد الله ويصبر، ما يفسد ما يدير حتى شي حاجه، وربي راه غادي يسهل عليه. علاش اخويا غادي نتزوج انايا؟ علاش انا ما عنديش، فقير. الزواج راه ماشي مكتوب لكل شيء، فهمتي، الزواج راه ماشي غتلقى مع بنت الناس وغتطمعها بالزواج والكذوب وهذا، وفي الاخر تلقى راسك لا علاقه، ما عندكش داكشي كاع اللي كتقول ما كاينش، وفي الاخر تولي انت ماشي راجل، لان الراجل كل شيء يعيبو راه جيبو، فهمتي، ما خدام ما ردام، وكتوعد بنت الناس غنتزوجو وغنديرو انا خدام في كذا كذا، في الاخر تبان على حقيقتك ما عندكش، يعني راه مشكله، مشكل كبير. يعني ما خصناش نكونوا انانيين، نبغوا غروسنا، غنتزوج بنت الناس نكرفصها معايا وندير وليداتي ونكرفصهم معايا يعانيو في هاد البلاد هادي. ها جاب الله ولا جاب الله متي، يلا فين غتمشي هاد بنت الناس؟ يلا انت فقير وتزوجتي واحدة فقيرة ما عندهاش، فين غادي تمشي؟ شنو غادي دير؟ واش تخرج تفسد؟ ها باش تجيب فلوس، باش تمشي تخدم في تغسل الماعن في القهاوي بألف درهم ولا 750 درهم في الشهر، شنو غدير ليها؟ واش غتكري؟ واش غتوكل وليداتها؟ واش غادي تقريهم؟ وشنو غادي دير؟ لهذا الزواج راه ماشي كلشي مكتوب ليه، شي انسان اللي ما عندوش، كيف ما قلت لكم ديجا، اللي ما عندوش دار ولا خدمه رسميه ولا صالير قار بلا ما يفكر اخوتي في الزواج، فهمتي، انسان يجمع الفلوس ودير شي مشروع، واخا حتى شي مشروع معايا يخدم في هاد البلاد، واخا ما نعرف اشنو دير، واخا تخسر 200 مليون ما خدامش، الناس جابوا الملاير من امريكا من سويسرا جاو يستثمروا هنا في البلاد وما عطاوهم لا دعم لا لا لا, لا ما سهلوا لهم حتى في شي حاجه، رجعت الناس بحالتها، فهمتي، يعني
متى حاجه ما خدامه هنا. شي انسان يفكر الى خرج برا، خرج برا خدم على راسك، دير دارك، دير اي حاجه، ولا فكر دير واحد الشقه هنايا. ديك الساعه حتى الا جيتي تزوجتي على الاقل بعدا راه عندك الامكانيات، عندك منين كتجيب الدرهم، عندك منين كتجيب الاورو، كاين الفلوس. ها فهمتي؟ يعني ما كاينش لاش، يعني الوقت ما كتسمحش لينا باش غادي نديرو، باش غنديرو شي حاجه. ما كاينش هاد البلاد، راه مستقبل مخبي، مستقبل ما كاينش. راه كتعيا دابا، انا من نفسي 32 سنه في عمري، لانني علاش ما نفكرش نتزوج؟ انا باغي نتزوج، ما كرهتش نتزوج، عندي 20 عام، نتزوج وندير وليداتي ونشوفهم حتى انا صغير ونلعب معاهم وهذا، فهمتي، ونقابلهم محدي، ونخدم حتى انا محدي بصحتي باقي صغير، نخدم بعدا على وليداتي وعلى والدي وهي غاديه. ولكن راه ميمكنش، راه ميمكنش، مستحيل، لان ما عنديش دار. يعني باش دير الدار في هاد البلاد، مستحيل دير الدار في هاد البلاد. لا كاين اللي غايقول لي لا كدا دير راسك شي حاجه، لا مستحيل دير شقه دير 25 مليون تخلصها ب 62 مليون، ها 64 مليون، 25 مليون كريدي كتقام عليك ب 64 مليون. مشينا سولنا 64 مليون من اكثر من نص، وفيها 10 سنتيم بين حيط وحيط بين جارك، ها كلشي مسوس، كلشي غيطيح عليك، كلشي، يعني حياتك كامله وانت كتخلص. وداك الكريدي محال واش يعطيه لك شويه، ما كتفش شي شركه نيت، شي شركه ديال بصح تكون تتير واحد المبلغ مهم، عادي يعطوك كريدي وتكون بالوثائق ديالك وكلشي. كاين اللي غايقول لي كان اللي خدام مع 1500 درهم وعايش مقهور، هذاك شي داك اللي خدام 1500 درهم و2000 درهم راه الله يحسن العوان، ام قهور قسما بالله الا مقهور، لان ما تياكلش مسكين وما تيلبسوش. راه هما اللي تيكونوا، هما اللي تيعمروا اولادهم، هما اللي تيعمروا الحبس، ولادهم هما اللي كيديروا هذا الاجرام، ولادهم هما اللي كيجريسي، وهما اللي كيبيعوا الحشيش، وهما اللي عرفتي علاش؟ لان الطفل تيكبر تيلقى والديه ما عندهمش، صافي تيبان ليه راسو، صافي عيني تتغمضو، خصو يجيبها وربي كبير. يجريسي يقدر يطيح في جداك، يجريسي يطيح في امك، يطيح في باك، يجريسي ما تيهمش، هو تيهمو الفلوس، يقدر يجيبها يجيبها كيف ما كانت. ولو يتلاقى بمرأة عندها 120 عام يجريسي لا يديرها بزطامها، ولا تكون عقدهم في الزيف يطيرهم ليها، فهمتي؟ علاش بنادم كتلقاه لاباس عليه تيولد جوج؟ حنا الفقراء تنبقاو نولدو 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 حتى ما عاد 6 7 عاد ما عاد فين انت، مشكله والله، تلقى مشكل عاولد. فين كتولدهم في هاد البلاد هادي؟ فين غتلقاهم؟ فين فين قول لي فين غادي تصيفطهم؟ فين شنو غادي يوليو؟ بوليس، غيوليو جوندارم، غيوليو عندهم شركات، غيوليو. شوفها من راسك انت شنو عندك، تبقى تقري تكمل قرايتك؟ مستحيل تقول لي تقريه، مشكله. ها تبقى تعطي 1000، تقدر تعطي عليه 1000 درهم في المدارس، ولا 1500 درهم ما يمكنش. تقدر تقري في مدرسه حكوميه بغريراتون بغريراتون، ما يمكنش، راه مستحيل. هادشي اش نقول لكم، مستقبل اخوتي راه مسدود عندنا في هاد البلاد هادي. شوف راه الخدمه ديال 70 درهم 80 درهم راه ما تعيشكش انت ومرتك، راه ما تعيشكش. خلينا كاينين شي بنات حتى هما الله يسمح، الله يسمح لهم، تتبقى عليك. شوف انا ناكل معاك الخبز واتاي، نعيش معاك تحت القصدير، راه داكشي راه ما دايمش. الحب راه ما تيوكلش الخبز، ما تيوكلش الخبز، شي ما عرتيش على كتافك وتخرج تقلب واخا ما غتلقاش، فهمتي؟ الشركات دابا شنو تيخدموا؟ بحال جميع الاحياء، حي الصناعي، الكابلاج ديال الطوموبيلات، ديال العواصر، الشركات البوطا، الشركات، جميع الشركات، جميع لي سوسيتي، شنو تيخدموا؟ تيخدموا البنات. الا خدمات 1000 بنت شردت 1000 راجل، يعني شركه الا خدمات 1000 بنت كتشرد 1000 راجل، وكتبير 1000 مرا، ها، وكتضيع 1000 اسره، ها. ولكن الا خدمات 1000 راجل